لما بتلاقي أندية بتطلب حكام أجانب بتحسها بتضايقك، بتاخدها على كرامة التحكيم المصري، ولا شايف ده عادي في الطبيعة؟ يعني حتى دار الترقي كان فيه عايزين حكام أجانب. لا ما حصلش، كل ده كان كلام في الإعلام بس، ما نزلش خالص. لا لا خالص، ولا أنا بقول لك على مسؤوليتي هو، وكان نفسي الكلام ده يبقى موجود، وكان المعني بيه رئيس نادي الشرقية، الراجل ما طلبش، هو كان موجود معانا، ما طلبش حكام أجانب بالورق. طيب موضوع حكام الاجانب بتشوفه ازاي ككابتن جمال الغندور؟ انا بتضايق لما تلاقي حد بعت لك، بشوفه اهانه طبعا للحكام المصريين، اهانه كبيره، لانه هات لي الدول اللي بتطلب حكام اجانب، الدول المحترمه اللي هي اللي في فيها كوره كويسه وتطلب حكام اجانب. هات على فكره، يعني هدي لك مثال. التحكيم السعودي كان قوي جدا 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 ايام المرحوم الامير فيصل، لانه كان مانع التحكيم الاجنبي مهما كانت الظروف، وانت عارف مدى قوه الانديه السعوديه وتبقى قوه مجالس ادارتها عامله ازاي، ورفض هذا. كان الحكم السعودي قوي جدا، اول ما دخل الحكم الاجنبي وسمح به، النهارده التحكيم السعودي فين؟ ضعف. انا بقولها بصراحه، في حكام كويسين بس التحكيم السعودي كان متواجد في كل البطولات، وكان متواجد في كل المناسبات، وكان الدوري السعودي نفسه كان بالتحكيم السعودي قوي جدا. دخول الحكم الاجنبي، انت عارف يعني ايه ان كل نادي من حقه يجيب 5 طقم في السنه، اصبحت بقت انت بتدي الحق للنادي كمان انه يقتل التحكيم. لا، التحكيم الاجنبي يقتل اي حكام في اي مسابقه وطنيه. احنا بنقبل مباراه الاهلي والزمالك بالعافيه، يجي لها طقم على مضض عشان خاطر الظروف اللي احنا عايشينها. شايف في حكام في مصر جادرين ان هم يحكموا ماتشات الزمالك واهلي؟ كابتن حازم، حتى لو مش جادرين، لا ما هي برضه يا كابتن مصر، كابتن حازم الفكره مش فكره النهارده، ما احنا كل مره بنصعبها على الحكام. ليه؟ بنقعد 10 سنين او 15 سنه تحكيم اجنبي تحكيم اجنبي تحكيم اجنبي، وبعدين ايه فجاه تجينا كده ايه روح كويسه نقول لك ايه ندي حكم مصري. فاحنا بنحمله عبء غير طبيعي، فيا ينجح بيبقى حاسس انه داخل اختبار. انما لو انا متعود ان انا احكم في كل السنه دي، في 3 ماتشات، ماتش في الكاس وماتشين في الدوري، لو انا متعود كل سنه بنحكم الماتشات، اعتقد هيبه الماتشات ورهبه الماتشات دي هتقل عند الحكام، وهتبقى زيها زي بقيه الماتشات. خلي بالك في اوقات كان بيبقى التنافس، كان بيبقى التنافس بين مثلا الاهلي والاسماعيلي مثلا، والزمالك كان بيبقى بره المنافسه، وتلاقي ماتش الاهلي والاسماعيلي بيتلعب بحكام مصريين اللي هم بيتنافسوا، والاهلي والزمالك بحكام اجانب. صح. طب حصلت لحضرتك الموضوع ده وانت حكم، يمكن احنا طول عمرنا وانا صغير دايما ماتشات الزمالك والاهلي حكام اجانب. مظبوط. وجت فتره حضرتك حكمت ماتشات الزمالك، حكمت ماتش واحد سنه 96، اللي هو ماتش ايه؟ ماتش الاهلي والزمالك 96. كان الماتش ده؟ الماتش خلص 0-0 سنه 96. انت كابتن كنت في طقم التحكيم لما عملوا الموال بتاع خمس، كنت انا في الماتش الثاني. ايوه، الاربع حكام. انا كنت في نفس الموسم ده، الماتش الثاني انا كنت الحكم، وكان في طقم 3 طقم مع حضرتك. ما هو انا كنت أيوة الحكم في الماتش ده. صح، انا فاكر حضرتك لما كنت في ايوه. ليه قصه الماتش دي؟ قصه دي قصه غريبه شويه، لانه يعني انا بلغت قبلها بيومين ان انا الحكم الماتش الثاني. الماتش الثاني ده كان على قمه على بطوله الدوري، وكان في رضا كامل من الفريقين على ادائي على حضرتك. كان الزمالك معترض على، كان الزمالك معترض على 2 بدون ذكر اسماء، والاهلي معترض على 2. فاللي حصل كباتن كبار يعني، اللي حصل اجتماع في مكتب وزير. كان مين اسلك الحكام ساعتها؟ كان الله يرحمه الحاج مصطفى كامل منصور. لا هو اطراف كتير الحقيقه يعني. طب والنبي قول لي الموضوع ده، عشان انا مش اصل دي حاجه غريبه جدا في كره القدم العالميه مش بس المصريه، ان انا ولا لعيب انا كنت في الماتش ده ونزلت لقيت 4 حكام تقريبا، او 5 طقم او 4 طقم.